والحقيقة اللوحات بتاعتين ده ثلاثة مواضيع أساسية هي النيل والصحراء والمرأة، هم المكونات الأساسية في ذهني للحياة الاجتماعية والبيئية في السودان. وأنا أساسا مولود في منطقة بين الـ اسمها محطة القطارات في مدني والنيل، ورا البيت بيتنا كان في مقابر سميها ظهر التراب، هنا ظهر التراب يعني الناس اللي عايشين تحت الأرض الذين ما توفوا وبيعيشوا تحت التراب. فهذه العلاقة بين المثلث ده كانت جوهر الفكرة بتاعتي.